السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان. حلقة جديدة وأخيرة هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023 من الميلاد. حلقة مساء الخميس، حلقة ليلة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سلموا تسليما كثيرا على سيد الخلق وخاتم المرسلين وخاتم النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أكثر من الذكر لله والسلام على رسول الله طوال الأسبوع وطال الأيام، لكن أكثر من الصلاة على النبي في ليلة الجمعة وفي نهار الجمعة، فإن الرسول يرد السلام ويشفع لنا يوم القيامة. بما اننا دخلنا تقوى ورع، خلينا في تقوى ورع. والحقيقة في حاجة عايز اكلم حضراتكم فيها من يومين ثلاثة كده، بس يمكن الوقت ما كانش مناسب او يمكن ما كانش فيه فرصة، بس انا اعتقد النهاردة فرصة مناسبة، وهي قصة ما بعد الزلزال. الزلزال المدمر الفاجع اللي ضرب تركيا وسوريا في بداية هذا الاسبوع، واللي راح ضحياته لحد دلوقتي عشرات الالاف هنا وهناك. طبعا كل المواساة وكل الترحم وكل الاستغفار على ارواحهم، وكل المواساة وكل الدعم وكل التضامن مع المصابين والجرحى والمشردين والملتعين والمنكوبين، يعني حاجة تقطع القلب تقطع القلب. لكن هو السؤال ماذا بعد؟ او إذا كنا بنحط عنوان كده المقال في القصة الزلزالية أو في الحكاية الزلزالية، الواحد الحقيقة لازم يتعلم من الدرس. الواحد لازم يتعلم من الدرس، ولازم ياخد من أمس عبرة ليومه والبكرة. وأنا عمال أتفكر في هذه المأساة، طبعا في تفسيرات كتيرة قصة الزلزال بعيدا عن التفسير العلمي انه شق في الكرة الارضية والطبقات الكربونية مش عارف ايه تمام، لكن احنا بنتكلم على الدرس الالهي. انا بكلم حضراتكم عن الدرس الالهي. هل ده غضب الهي؟ انا ما بحبش اروح للتفسيرات دي قوي، رغم انه بحترمها. بعض الشيوخ والعلماء يعني بيروحوا في السكة دي ويقول لك انه غضب من الطبيعة وبالتالي غضب من القدر، والطبيعة والقدر من صنع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده غضب الهي على البشر بشكل ما. ده تفسير احترمه، لكن انا ما بروحلوش قوي. انا بروح الى انها ظاهرة كونية طبعا من صنع الخالق، لكن بسبب التحولات الارضية اللي في القشرة الارضية وما الى ذلك يعني. لكن انا الخالق امرني بان انا اتفكر وادرس واشوف كيف يمكن للبشر ان يعيشون في ظل التجارب والمصائب والحوادث اللي بتحصل لهم. طب احنا شفنا العالم كله واقف على رجل وبيتضامن وبيتعاطف وبيرسل مساعدات وكذا، لان في دولتين منكوبتين. طب انا عايز اعرف، هو العالم ما بيعملش كده ليه وهو بيقرر انه يشن الحرب؟ ما الحرب دي بتبقى نكبة على الدولة اللي بتتحارب. وافتكروا سوريا وقت الحرب، وافتكروا افغانستان وقت ما امريكا حربتها، وافتكروا العراق وقت ما امريكا حربتها، وافتكروا دلوقتي الحرب الروسية الاوكرانية، وافتكروا كل حرب سقطت فيها دماء وادت هذه الحرب الى خراب والى تشريد الناس وتجويع الناس وموت الناس. طب هي السياسة حلوة انها تموت، لكن الزلزال وحش انه يموت؟ طب احنا نتضامن مع بعض وقت غضب الطبيعة، لكن نقتل في بعض وقت مصالح السياسة والاقتصاد؟ هي دي اللغة بتاعت الدنيا؟ هي دي الطريقة خلاص الفلسفة اللي نمشي بيها؟ ان انا من اجل مصلحتي، من اجل شوية غاز، من اجل شوية بترول، من اجل شوية طاقة، من اجل حرب على المية، من اجل حرب على المصالح، من اجل حرب على الثروات، من اجل حرب على التكنولوجيا، من اجل حرب على السيادة، اموتك وموت شعبك وجوع شعبك وعمل عليك حصار اقتصادي وحصار سياسي وحصار غذائي، واضربك كمان وموت الالاف، وما يبقاش عندي اي مشكلة، ما يبقاش عندي مشكلة، واسكت على احتلال
مستمر دلوقتي لاكثر من 80 سنه هو احتلال الصهيوني للاراضي الفلسطينيه، ما بقاش عندي مشكله. لكن زلزال يضرب دوله، زلزال الهي، غضب طبيعه، لا الدنيا تتقلب ولازم نقف جنبهم. طب ما طبعا لازم نقف جنبهم، بس لازم نقف جنب كل الناس المنكوبين، جنب كل الناس المحتاجين، ولا هي قصه وقصه؟ انا الحقيقه في بعض الاحيان بقف قدام السياسه وعالم السياسه ولوغاريتمات السياسه واضرب كف بكف. ازاي الساسه قادرين يبقى عندهم كلب مكيالين بالبجاحه دي؟ وازاي الساسه وصناع القرار على مستوى العالم يبقى عندهم هذه الشيزوفرينيا وهذه الازدواجيه في المعايير بالبجاحه والسفور ده، يقف قدام الناس ويقول لا ولازم نساعد الناس، واين الانسانيه واين حقوق الانسان واين التضامن العالمي واين الامم المتحده اللي هي معموله علشان الاغاثه ومش عارف ايه، ويجي بالوش التاني يضرب ويشن حرب ويموت اطفال ويموت ناس وينفي اسر ويهد بيوت، ويقول لك حقنا حقنا والسياسه كده والحياه. الله الله، والامم المتحده لازم تقول لامين، بقت هنا إغاثة وبقت هنا إعانة. إغاثة في الوقت الزلازل والكوارث الطبيعية، وإعانة للمعتدي وقت عدوانه. شيء في منتهى الغرابة، شيء في منتهى ال 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 مش عايز أسميها لفظ مش مناسب يعني، بس الحقيقة لا إنسانية ولا رحمة تقول إن إحنا نقتل بإيد ونطبطب بإيد، لا إنسانية ولا رحمة تقول إن إحنا نسفك الدم بإيد ونيجي نتضامن ونساعد ونبعت مساعدات بإيد. لا لا، اللي عنده شرف واخلاق، عنده شرف واخلاق طول الوقت، مش بطلع وش الشرف والاخلاق وقت ما يبقاش عندي مصالح ومنفعه واخفيهم اول ما المصلحه والارشينات وعلامه الدولار تطلع. دي لا سياسه ولا اخلاق ولا شرف ولا فروسيه ولا حاجه ابدا. فارجوكم اوعوا تدعوا الفضيله في زمن عز فيه الفضيله. اوعوا تدعوا الفضيلة في زمن عز فيه الشرف والفضيلة. هذا كلامي لساسة العالم، عشان لما تكلمونا كلمونا بوش المصالح، بوش الحقيقي اللي نعرفكم بيه، اما الوش اللي بتتباكوا في وقت مشاكل الاخرين الحقيقة ما تزعلوش مني، ما بنصدقكوش فيه، ما بنصدقكوش فيه، مش لايق عليكم ومش نافع وما بيناش يخيل علينا الكلام ده. اما على المستوى الشخصي الانساني بقى، انا وانت الذين يعني لا حول لنا ولا قوه ومالناش في صنع القرار ومالناش في صنع السياسه وبجد قلبنا بيتقطع وبجلب بجد بنتعب بنموت واحنا بنتفرج على المشاهد الصعبه بتاعت اب بيفقد اولاده واسره كامله تروح تحت الانقاض وجثث هنا ومشردين هناك، وحاجه الحقيقه حاجه مش تقطع القلب، تقطع القلب دي مرحله تجاوزناها. السؤال لازم كل واحد فيكم يساله هو انت من قبل مشاهد الزلزال وانت بعد مشاهد الزلزال؟ هتقولي لي يعني ايه؟ هقول لك يعني انت كل اللي حصل لك بعد ما شفت الزلزال ومأساة الناس ومعاناة الناس وقدرة ربي سبحانه وتعالى على ان يهلك الارض في لحظة، على ان يهلك الارض ومن عليها في لحظة، تك تك، ما تلاقيش لنفسك ولا اسرتك ولا بيتك ولا حياتك في ثانية. انت عادي بقى من كل اللي حصل لك ان انت توجعت على حال الناس بس، لكن مفيش حاجة اتغيرت فيك؟ مفيش دروس وعبر؟ مفيش اصلاح؟ مفيش تقوى؟ مفيش امساك عن الرذائل؟ مفيش امساك عن الفساد؟ مفيش امساك عن اذية الناس؟ مفيش امساك عن التربح وقت ازمة الناس والغلاء؟ مفيش كل الحاجات اللي الوحشه اللي بنعملها دي؟ الزلزال ده ما ورلكش انه توقف عنه، لانك مش ضامن النفس اللي خارج يرجع تاني. صدقوني لو لم يكن الموت لكم عبره فلا عبره لكم، من لم يكن الموت له عبره فلا عبره له، واعتبروا يا اولي الالباب. عندنا تقرير، اعتقد عندنا تقرير كنا عاملينه عن الزلزال وخطورة الزلزال ومدى قوة الزلزال،
والقصة كمان كانت متعلقة بترتيب هذا الزلزال في الزلازل اللي حصلت في الآونة الأخيرة، وطبعا كل الإحصاءات والأرقام الرسمية اللي خرجت من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال. مرة تانية قلوبنا معاهم، لكن كمان كل واحد فينا يخاف على نفسه. استيقظت كل من تركيا وسوريا فجر الاثنين على وقع زلزال مدمر بلغت قوتها 7.8 درجة بمقياس ريختر، ولم تستقر بعد حصيلة ضحايا الزلزال، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض. وتزامن الزلزال مع عاصفة ثلجية وتساقط للأمطار ما زاد من هول الكارثة، إذ واجهت فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى الضحايا لا سيما في الشمال السوري. وهذه الهزة الأرضية هي الأشد على تركيا منذ زلزال أرزنجان عام 1939، وهذا وفقا لما ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقد أودى زلزال أرزنجان وقتها بحياة أكثر من 32 ألف شخص. وكأي حدث جيولوجي كبير، سارع الخبراء والمواطنون العاديون للبحث عن مسببات الزلزال وإيجاد آلية لتجنبه مستقبلا. وهنا برزت تغريدة مثيرة للجدل لرجل يعرف نفسه على أنه خبير هولندي وباحث في شؤون الزلازل. ففي 3 فبراير نشر هذا الرجل تغريدة كتب فيها: عاجلا أو آجلا سيقع زلزال بقوة 7.5 درجة في منطقة جنوب ووسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان. وبعد وقوع الزلزال نشر هذا الرجل تغريدة أعرب فيها عن أسفه وتضامنه مع المتضررين، وشرح لاحقا أسباب توقعاته بالاستناد على هندسة كوكبية حساسة، إذ قال: على غرار عامي 115 و526 فهذه الزلازل عادة ما تسبقها هندسة كوكبية دقيقة، وهذا ما رصدته في 4 و5 فبراير. ورغم توقعاته الصائبة، يؤكد معظم المختصين على عدم وجود آلية لتحديد وقت وتاريخ وقوع الزلازل، وحتى مع ما توصل إليه العلم من أجهزة متطورة فتعد إمكانية التنبؤ بحدوث هزة أرضية مسألة معقدة للغاية. فخلافا للبراكين التي يمكن التنبؤ بثورانها قبل فترة، لا يوجد أساس علمي للتنبؤ بالزلزال، وتتحرك المستشعرات الزلزالية في خيوط متعارجة فقط أثناء حدوث الاهتزازات الأرضية. وحتى الآن لم يعثر العلماء على أي إشارات يبدو أنها تحدث باستمرار قبل الزلازل الكبيرة. من ناحية، يمكننا حساب احتمالات أن الزلازل الكبيرة ستضرب مناطق جغرافية واسعة على مدار سنوات أو عقود، وهذا ما يسمى بالتنبؤ. ولكن من ناحية أخرى، يمكن لأنظمة الإنذار المبكر أن تنقل أخبار الهزات الأولى للأشخاص على مسافة بعيدة، مما يمنحهم ثواني لتجهيز أنفسهم. لكن الهدف النهائي المتمثل في التحديد الدقيق لوقت وموقع وحجم الزلزال في المستقبل هو أمر بالغ الصعوبة. أما ما يتداوله البعض من وقت إلى حدوث زلزال، فيتم افتراضه على أساس مقارنات تاريخية لاحتمالية تكرار وقوع هزات أرضية في منطقة جغرافية معينة، لكن ذلك لا يعني حتمية وقوعها. فالزلازل هي ظاهرة طبيعية تحدث في بطن الأرض وتنجم عن حركة الصفائح الصخرية، ويمتد تأثير الزلزال إلى سطح الأرض وينتج عنها حدوث الاهتزازات الارتجاجية وبالتالي تكسير في الصخور الداخلية. وهذا يتسبب بدوره في إزاحة تلك الصخور بسبب التأثيرات الجيولوجية وبالتالي التشققات في الأرض، وهي انتقال الرواسب على مساحة كبيرة من الأرض بكمية كبيرة وحدوث ثقل على تلك المساحة، وهذا يتسبب في الاختلال بطبقات الأرض وتحرك طبقات القشرة الأرضية، ومن ثم تحدث الزلازل. كما أن ارتفاع درجة الحرارة في بطن الأرض يتسبب في انصهار المكونات الصخرية وبالتالي التآكل في الطبقات الصخرية، وتقوم بالتحرك بشكل تلقائي فيحدث الزلزال. النهاردة كان في افتتاح مهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية التي تسمى سايلو فودز الموجودة في مدينة السادات. والحقيقة انه سايلو فودز سواء في مرحلتها الاولى التي افتتحت منذ فترة او في المرحلة الثانية اللي تم افتتاحها اليوم، بتمثل قلعة صناعية كبيرة في مجال الانتاج الغذائي. ولما انا
اركز مع حضراتكم حتى على مستوى العنوان، ركزوا معايا، احنا بنتكلم عن مدينة صناعية غذائية. ركزوا معايا في الثلاث مصطلحات دول. مدينة يعني تجمع، يعني كل الخدمات وكل عناصر الانتاج وكل المقومات موجودة في مكان واحد، وده يعمل تكثيف وتركيز، فبالتالي تعظيم للعوائد. اتنين، صناعية. وبالصدفة بالصدفة البحتة انا كنت بكلم حضراتكم امبارح لمدة ربع ساعة تقريبا في البرنامج عن ايه؟ عن الصناعة وملف الصناعة، لما كان السيد الرئيس امبارح مجتمع بوزير الصناعة الدكتور احمد سمير، وبيتكلم عن توسيع قاعدة الانتاج الصناعي، وان ازاي نخفف العقبات اللي حطينها قدام المصنعين. وانا طالبت من هنا ان احنا زي ما بنعمل حوافز للمستثمرين، وبنعمل فرصة مش عارف رخصة ذهبية، وبنعمل لهم ازالة للمعوقات، وبنديهم اغراءات ضريبية ومش عارف كذا، نفس الحاجات دي واكتر، نفس الحاجات دي واكتر للمصنعين. لان انا في رأيي طبعا المستثمر مهم، لانه بيجي يجيب لي فلوس ويجيب لي عملة صعبة وبيعمل فرص عمل لاولاد بلدي، بس انا في رأيي ان المصنع ان لم يكن اهميته تتساوى مع المستثمر لكن ممكن كمان تزيد. صحيح ما بيجيبليش عملة صعبة مباشرة الا لو صدر، فلازم اساعده على انه ينتج ويجود انتاجه ويصدر عشان يجيب عملة صعبة، لكن الاساس انه بيوفر لي كمان فرص عمل كتير. تلاتة، وده الاهم، انه السلع وخصوصا بقى دي الكلمة التالتة اللي في العنوان، الغذائية اللي ليها علاقة بقوة الناس، باكل الناس، بالمائدة، بترابيزة السفرة بتاعت الناس، تبقى انتاجي انا وتصنيعي انا وموجودة في السوق هنا، مش بحتاج استوردها من بره. دي ميزة مهمة جدا في العادي، لكن ميزة اساسية وضرورية جدا وقت الازمات. وشوفوا الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، شوفوا لما الزيت بيغلى بره في العالم، لما الحبوب بره بتغلى في العالم، لما الاقمام مش عارف كل حاجة بتغلى في العالم، احنا هنا عندنا غلاء سعري فظيع، لان احنا للاسف الكمية الاكبر من احتياجاتنا واستهلاكنا بنستورده مش بنصنعه. اول ما المعادلة دي تتعكس كل حاجة هتتعكس، وهتلاقوا فيه رخاء، وهتلاقوا فيه ان العرض اكتر من الطلب، ومش هتلاقي فيه اقبال على العملة الصعبة عشان الاستيراد، بل بالعكس هيبقى فيه اقبال على العملة الوطنية عشان الانتاج والتصنيع. فبالتالي انا من انصار، والكلام ده من ايام طلعت حرب باشا، القاعدة التصنيعية الانتاجية الوطنية، كل ما كبرت فيها وكل ما وسعتها وكل ما قوتها، كل ما بقى استهلاكي من الداخل اكتر من الخارج، اعتمادي على نفسي اكتر من الخارج، واعتمادي على عملتي اكتر من الخارج، وساعتها نصدر ونجيب عملة صعبة، ووقتها اهلا بالاستثمار الخارجي لما يحب يجي، بس وانا واقف على ارض صلبة مش وانا رجل ورجل. فبالتالي وجود هذه المدن الصناعية انا بفرح بيها فرحة كبيرة، عشان كده كنت بتابع النهاردة افتتاحات السيد الرئيس للمرحلة التانية من مدينة سايلو فودز الغذائية، وانا في منتهى السعادة، ونفسي احضر المرحلة التالتة والرابعة والخامسة، ويبقى في مدن صناعية غذائية هنا، ومدن صناعية طبية هنا، ومدن صناعية نسجية هنا، ومدن صناعية طبية ودوائية هنا، ومدن صناعية كل حاجة ينفع اصنعها طالما ما فيهاش كيمياء يعني مش موجودة عندي، اللي هما بيسموه النوهاو، اعمله. المصنع محتاج اعفاءات ضريبية مؤقتة اعملها له، محتاج حوافز اديله. وانا عجبني جدا كلام رئيس الوزراء اول امبارح، انه تعليمات السيد الرئيس انه هيئة التنمية الصناعية تقلل الطلبات اللي هي بتطلبها من المصانع عند تجديد الاوراق والرخصة كل سنة، وتكتفي بالايصال بتاع تسديد رسوم الاوراق. ما خلاص، ما هو دام سدد الايصال يبقى ورقه سليم واتقبلت كل ملفاته، ارجع اطلبها منه تاني؟ يبقى انا بغلس عليه وبرهقه وبكبله وبدخله في روتين بيروقراطيه، وبلهيه عن العمل الاساسي المفروض يشتغله، وهو الرقابه والاشراف على خطوط الانتاج والتصنيع. فواضح ان في لحظه فوقان انتباه من القياده السياسيه ومن الحكومه ومن الدوله لملف الصناعه، انه لازم يقف على حيله، لان الازمه دي علمتنا انه من يصنع قوته لا يتأثر كثيرا باسم الأزمة، أما من يعتمد على غيره في أكثر احتياجاته ربنا يكون في عونه. النهاردة على هامش الافتتاحات كمان كلام السيد الرئيس كان في منتهى الاطمئنان، كان في منتهى الطمأنينة من حيث الرسائل اللي بعتها. واحد،
السلع الأساسية والاستراتيجية موجودة وكمياتها متوفرة وتعليماته الدائمة للحكومة توفيرها والمخزون منها يكون كافي جدا. اتنين، قال ان احنا هنخرج من هذه الأزمة، طبعا متأثرين، طبعا تعبانين، لكن في النهاية البنية التحتية اللي احنا عملناها والإجراءات الإصلاحية اللي احنا عملناها خصوصا على المستوى الاقتصادي والمصرفي هتخلينا ما نموتش، نعدي متأثرين لكن هنقف على رجلينا خلال سنوات قليلة أول ما نبتدي نجني ثمار ما تعبنا في زرعه خلال السنوات الماضية. تقرير. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة سادات بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وشهدت فعاليات المرحلة الثانية من المدينة عرض فيلم تسجيلي عن المرحلة الثانية، واستعرض الفيلم مكونات المرحلة الثانية مثل مصنع الألبان ومشتقاته المختلفة ومصنع البسكويت وغيرها وجهود المدينة في توفير الاحتياجات من الأغذية المختلفة. لما يكون انت عندك فجوة 20-30 مليار دولار بين الدولار اللي انت عايزه وبين الدولار المتاح لك عشان توفره بصناعات تجيب لك 20-30 مليار دول، انت عايز تعمل شغل مش اقل من 100 مليار دولار، ولا انا بقول مش اقل من 100 مليار دولار. انا بس عايز اطمن الموضوع السلع موجوده ومفيش فيها مشكله ولا اي حاجه، والازمه اللي مرت علينا خلال 3-4 شهور اللي فاتوا دول ان شاء الله ما تجيش تاني، ونكمل فيها نكمل طريقنا بشكل افضل من مما كنا عليه. النهارده يعني ده بيتكلم عنده هو تابعه هو 20-30 ألف منفذ، مش كده؟ غير منافذ بتاعت القوات المسلحة ووزارة الداخلية، يعني لو حطيت دول معهم كمان يمكن يخشوا لهم في 35-40 ألف منفذ. ده عشان يحاول يخفف من حجم الأزمة الكبيرة اللي احنا بنتكلم فيها على مستوى العالم. لكن ما حدش يتصور ايه يقولك احنا بنخش محل نلاقي هنا بثلاثة ونغير من المحل ده بثلاثة ونص. صحيح ده صحيح، بس ده امر يعني لو انتم النهاردة تصورتوا ان احنا ممكن كدولة، انا صادق معكم، سواء وزارة التموين او وزارة الداخلية تقدر تقوم بدور في انها تعمل تسيطر على ده صعب. لكن احنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي ما اشتريش منه، ونبقى اديناهم الدرس انك انت مادام بتغلي في اسعارك اكتر من غيرك بلاش منها خالص لغايه لما الامور تنتظم معانا ومع الجهد اللي بنقوم بيه في الرقابه من التموين ووزاره الداخليه. واحنا كل يوم احنا سياسه مصر دايما سياسه بتتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل وفي الخارج. وبالتالي انا عايز اقول ان انا بتابع مواقع التواصل وبشوف ان ساعات بيبقى فيه يعني حماس زياده او حتى مش عايز اقول تجاوزات يعني في الكلام وفي كده. انا بتكلم على مش بتكلم على موضوعات محليه، انا بتكلم على موضوعات خاصه بعلاقاتنا مع اشقائنا، وده امر يا جماعه ننتبه ليه كويس. ارجو ان احنا نخلي بالكم ده بتعكس مدى فهمنا ومدى تقديرنا للعلاقات مع الأشقاء. وبالتالي لما يبقى في موضوع يتم تداوله بدون أساس يعني ايه؟ يعني مالوش خلفية، احنا بنقعد ونتكلم ونقول يعني امور قد لا تكون لها اساس من الصحة بصراحة. طب ليه؟ طب احنا هنمشي ورا بعض المواقع المغرضة اللي عايزة تعمل فتنة بيننا وبين الأشقاء؟ أقل حاجة نعملها ان احنا نسكت، ان ما كناش نقول كلام طيب فاحنا نسكت. الكلام ده بينطبق مش بس على كده، حتى على وسائل إعلامنا اللي احنا ما بنتدخلش فيها.
فيعد سايلو فودز للصناعات الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط من حيث كونها الأكثر تكاملا والأفضل تجهيزا، حيث تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة. وفقا لما قاله مدير مشروعات الخدمة الوطنية، فإن شركة سايلو فودز تنتج نحو 500 ألف طن سنويا من المنتجات الغذائية التي تصدر لنحو 13 دولة عربية وإفريقية، وأن سايلو فودز حققت أعلى معدل توزيع وجبات تغذية مدرسية على مستوى العالم، بما استحق حصول الشركة على درع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تم إنتاج وتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام الدراسي المنصرم 2021-2022 لإجمالي 13.5 مليون طالب وطالبة بالمدارس، وإنتاج وتوزيع ما يقرب من 500 مليون وجبة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي. تقع مدينة سايلو فودز في مدينة السادات بإجمالي مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع تقريبا، وتشمل عدد من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتي يتم إدارتها بمنظومات عالمية هي الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين، وتشمل أيضا 14 صومعة للحبوب ومجمع طباعة شامل لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. الكلام اللي قاله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي امبارح احدث حاله كبيره من الارتياح في السوق المصري، الكلام المتعلق بنيه الدوله طرح 32 شركه في البورصه، سيتم طرحها للطرح العام والمستثمر الاستراتيجي. الحقيقه الكلام ده كان وجه اليه السيد الرئيس في اكتر من مره خلال كلماته في اكتر من محفل خلال العام الماضي، وقال ان بيتم دراسة الموضوع وهذا الملف، وانه الدولة خلاص قررت الاقدام على هذه الخطوة المهمة. وامبارح رئيس مجلس الوزراء اعلنها بشكل واضح وعدد كمان ال 32 شركة، ويمكن حضراتكم شفتوا البيان اللي فيه القائمة بال 32 شركة في حوالي 18 قطاع من قطاعات الانتاج والاستثمار. يعني ايه الكلام ده ببساطة؟ يعني مصر ستكون منفتحة زي كل دول العالم المتقدمة، والكلام ده احنا كنا بنطالب بيه من فترة طويلة. بس انا مدرك احنا ليه تأخرنا، لان مصر قديما لم تكن جاهزة لهذه الخطوة. هذه الخطوة محتاجة بنية تحتية، ومحتاجة قاعدة معلوماتية، ومحتاجة نظام بورصة ونظام مركزي ونظام للسوق والإدارة والرقابة المالية يكون على أعلى مستوى، وإحنا النظام الرقابة المالية والبورصة كان عندنا في مشاكل على مدار السنوات الماضية. فبالتالي إحنا الآن جاهزين للطرح. عايز أقول لكم أن مجرد الطرح خلى البورصة النهاردة بس تكسب حوالي 27، لو أنا رقمي صح، 27 مليار جنيه مكسب للبورصة المصرية النهاردة بس بسبب ترحيب المستثمرين والمضاربين في البورصة والمتعاملين بهذه الخطوة اللي هتحط مصر على مصاف الدول المنفتحة اقتصاديا واستثماريا ومصرفيا. عندنا تقرير عن كل التفاصيل اللي اعلنها رئيس الحكومة امبارح فيما يتعلق بطرح الشركات في البورصة. في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أعدت الحكومة المصرية سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء لعامين مقبلين، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عزم الحكومة المصرية طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين تشمل 18 قطاع ونشاط اقتصادي، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024. وأضاف مدبولي أن خطط الطرح
تشمل بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي بجانب شركة مصر للتأمين، وأنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولي. وأشار مدبولي أنه سيتم استهداف 25% من تلك الشركات ينتهي خلال 6 أشهر، وأن الشركات التي سيتم طرحها لأول مرة شركات في مجال الكهرباء والتأمين، مشيرا إلى أن الأولوية الآن تتركز على دعم قطاعين رئيسيين حيث يمثلان صلب الاقتصاد المصري، وهما قطاع الصناعة والزراعة، موضحا أن هناك تركيز شديد على تقليل الفجوة الدولارية من خلال تعظيم الصادرات وخفض الواردات، وأن جزء كبير من الواردات متمثل في المحاصيل وزيوت الطعام، وهذه نقطة مهمة. وقال مدبولي أنه بالتوافق مع وزراء التموين والري والزراعة سيتم الإعلان خلال أيام قليلة عن الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاح على زراعة عباد الشمس والذرة وفول الصويا، بجانب وضع سعر ضمان للفلاح. ووقت التوريد سنعود للبورصة السلعية، وسيتم تفعيل البورصة السلعية لثلاثة محاصيل كما حدث هذا العام في القطن، واستطاع الفلاحون بيع القطن بسعر عادل، وسيتم تشجيع الفلاح على التوسع في زراعتهم من أجل تقليل كمية العلف الذي نستوردها بجانب إنتاج الزيوت. وفيما يخص مجال الصناعة، أكد مدبولي أنه على مدار الفترة الماضية تم اتخاذ أكثر من 32 قرار إصلاح من أجل زيادة تنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين، بجانب منع فرض أي رسوم جديدة تحت أي مسمى يمكن أن تزيد من كلفة هذا القطاع. وأشار مدبولي أن الحكومة تستهدف تذليل المصاعب لقطاعي الصناعة والزراعة والخروج بمنظومة متكاملة لدعم الصادرات. الحقيقة أن حصادنا الأسبوعي اللي بنحرص على إذاعته لحضراتكم كل يوم خميس والمتعلق بنشاط قواتنا المسلحة في كل المجال في كل المجالات بيبقى هدفه الأساسي هو استعراض كل الجهود اللي بتبذلها قواتنا المسلحة، وهي حقيقة جهود مضنية وجبارة في كل المجالات سواء العسكرية أو حتى التنموية والخدمية. وهدفها الثاني هو طمأنة المصريين والشعب المصري دايما على أن درع وسيف هذه الأمة يقظ ولا ينام وطول الوقت بيبذل الغالي والنفيس من أجل حماية هذا الوطن. جهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة المصرية من أجل حفظ الأمن محليا وإقليميا ودوليا، جهود من بينها أنه على مدار الأيام القليلة الماضية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم أبناء شعبي تركيا وسوريا في محنتهم ومساعدتهم في تخفيف آثار الزلزال المدمر الواقع بالدولتين والذي أدى إلى حدوث آثار تدمير كبيرة بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين. أقلعت 5 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر. هذا وأعرب المسؤولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية والمساندة التي تقدمها الحكومة المصرية للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة جراء هذا الزلزال المدمر. ويعد دعم المصري المقدم للجانبين التركي والسوري تأكيدا على أهمية الدعم الإنساني لمجابهة حوادث الظواهر الطبيعية بما يسهم في دعم علاقات الترابط والتآخي بين الشعوب لتجاوز المحنة. وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لاستعراض جهود القوات المسلحة في تطوير قدراتها وإمكانياتها بمختلف أفرعها الرئيسية وأسلحتها التخصصية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته، نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلماني من لجنة الدفاع والأمن القومية وبعض السادة رؤساء اللجان بمجلس النواب لأحدى القواعد الجوية. وتفقد الوفد عددا من المناطق بالقاعدة واستمعوا إلى شرح لمنظومة العمل الاحترافية التي يعمل بها رجال القوات الجوية للدفاع عن سماء مصر ضد أي اعتداءات. كما شاهد الوفد فيلما تسجيليا عن إمكانيات ومهام القوات الجوية والدور الذي تقوم بتنفيذه على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في إطار مهام القوات المسلحة لتأمين المصالح المصرية ودعم ركائز الأمن القومية. والتقى في وقت سابق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وذلك بقيادة الجيش الثاني الميدانية، والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات
القوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة. وتناول اللقاء عرض تقديمي لعدد من قادة القوات، تناول أهم الموضوعات والتحديات التي تشهدها المرحلة وكيفية مجابهتها بالأسلوب الأمثل والأسس العلمية المدروسة، بما يمكن القوات المسلحة من تنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الرياضية الأسبوعية أوف سايد، وكلام كتير عن الوسط الرياضي وما يحدث في الوسط الرياضي، وطبعا قصة مباراة الأمس الأهلي وريال مدريد اللي خسرها الأهلي 4-1 ويلعبوا على الميدالية البرونزية يوم السبت إن شاء الله. كل الكلام إن شاء الله في الفقرة الرياضية أوف سايد. هسيب حضراتكم دلوقتي مع هذا التقرير اللي بيرصد النشاط المتواصل لوزارة الداخلية في إقامة سلسلة من الندوات والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بالتوعية المجتمعية للتحذير من خطورة مخططات إسقاط الدول. استكمالا لسلسلة ورش العمل التدريبية التي تعقدها وزارة الداخلية للتوعية المجتمعية بمخططات إسقاط الدول وكيفية مواجهتها، نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من ورش العمل التدريبية في هذا الإطار تحت عنوان مواجهة مخططات إسقاط الدول لطلبة الجامعات وممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والطفولة والأمومة والأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين. الباحثين أو اللي حضروا اللي بيحضروا هذه الندوة وبينقلوا التجربة أو الثقافة التي تعلموها حول كيفية الحفاظ على الأمن القومي المصري بصورة علمية مفيدة، بيقدروا أن هم يوصلوها لزمايلهم ولقطاعات الشعب المختلفة اللي احنا بنتعامل معها. الشباب ذخيرة المجتمع المصري وذخيرة أي مجتمع، فمهم جدا صقل خبراتهم من ناحية، ومش فقط توعيتهم يعني توعيتهم، لكن أيضا صقل خبراتهم بخبرات السابقين عليهم. أحمي أبنائي وأحمي وطني بأن أنا أفهمهم إيه اللي بيحصل، وده دور الفن ودور علماء الاجتماع ودور علماء النفس. طول الوقت بنقول إن من المهم للغاية إننا نشتغل على حالة الوعي، لأن هو ده القادر السلاح الوحيد على القادر على مواجهة أي مخططات أو مؤامرات بيتم حياكتها ضد الدولة. حقيقة نشكر هذا الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية حينما قمنا بالمشاركة في هذه الدورة، الدورة 21، في تثقيف طوائف الشعب المختلفة لكي تبرز لهم أهمية هذا الوطن مصر أمانة في أعناقنا. تطرقت ورش العمل إلى موضوعات عدة لتنمية وعي المشاركين فيها بأهمية مواجهة والتصدي لمخططات إسقاط الدول، وفي مقدمتها مفهوم حروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل والشائعات والحروب النفسية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي المجتمعي وإثارة الرأي العام. ورشة العمل هي كانت مفيدة جدا بالنسبة لنا كشباب، وهي كانت مواضيعها مهمة جدا وكانت كتير، منها مثلا الإشاعات، منها نازل نتعامل معها وحروب الجيل الرابع. دورنا ان احنا كل اللي احنا استفدناه في الورشة دي وفي الأكاديمية ان احنا نبسطه الشباب اللي حوالينا كلهم، ان احنا بنسعى في الاجيال القادمه. احنا عندنا في الكليه ان شاء الله هنبدا ان احنا، وفي الجامعه برضو هنبدا ان احنا نعمل دورات تدريبيه بحيث ان احنا ننقل اللي احنا استفدناه من هنا للطلبه عندنا في الجامعه وبرضو الجامعات الثانيه. وقد اشاد المشاركون بثراء ورش العمل وموضوعاتها ذات الابعاد القوميه والامنيه، والتي تتسم بأهمية كبيرة تسهم في تحصينهم ضد الأفكار الهدامة والتشكيك في الثوابت الوطنية، مؤكدين قدرتهم الآن عقب هذه الورش على التفاعل والتصدي لمحاولات التشكيك في الثوابت وتزييف الوعي. اتعلمنا فيها حاجات كتير واستفدنا معلومات كمان كتيرة، اتضح لنا أن الجهاز الأمني المصري واعي وصاحي وموجود ويقدر يحميها. التدريب ده بيعلمنا ازاي نحافظ على مصر ونحميها، بيعلمنا ازاي الخطط الإرهابية اللي كانت بتحاكى للدولة ازاي ان احنا نتصدى ليها، بيوعينا كتير جدا على حاجات احنا ممكن نكون ما كناش عارفينها وما خدناش بالنا منها، بالعكس ادونا معلومات كتيرة مهمة جدا وموضوعات كانت شيقة. ان شاء الله بإذن الله يكون في دورات اكتر اقدر استفيد معلومات اكتر، ان شاء الله بإذن الله
نقدر نساعد احنا كمدنيين في الاماكن اللي بنشتغل فيها في الجهاز الحكومي وفي الشارع في المدرسه في البيت، نقدر ان احنا نواجه كل المخططات بتاعت مصر. ورش العمل هذه تاتي ادراكا من وزاره الداخليه لاهميه المشاركه في تنميه الوعي المجتمعي للمواطنين بكافة القضايا التي تمس الأمن القومي وإحباط مخططات استهداف مقدرات الأوطان وثوابتها الراسخة على مر العصور. رغم الأداء الجيد تلقى فريق النادي الأهلي الهزيمة من نظيره ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمع بينهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وبتلك النتيجة يتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية لملاقاة الهلال السعودي مساء يوم السبت المقبل، بينما سيلعب الأهلي أمام فلامينغو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم. فقد خرجت مباراة الأهلي والريال بعدد من الأرقام والإحصائيات، فقام الأهلي في المباراة بخمسة عشر تسديدة مقابل 18 للريال، وخمس تسديدات على المرمى من الأهلي مقابل 10 من الريال، ونسبة استحواذ الأهلي على الكرة كانت بنسبة 38% مقابل 62% للريال، وقام الأهلي بثلاثمائة وثمانين تمريرة مقابل 626 للريال، وقع الأهلي في ثمانية أخطاء مقابل 6 لريال مدريد، وحصل الأهلي على بطاقة صفراء وحصل الريال على مثلها، وكانت حالات التسلل للريال 3 مقابل لا شيء للأهلي، لتنهال تعليقات الصحف العالمية على سقوط الأهلي أمام ريال مدريد مشيدة بأداء المارد الأحمر، حيث قالت صحيفة ماركا الإسبانية في تقريرها عقب نهاية المباراة إن ريال مدريد اكتسح الأحمر برباعية وتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، ولكن النادي الأهلي لم يعرف الاستسلام على مدار مباراته أمام ريال مدريد، وسبب ضعرا للملكي بمحاولاته للتعادل وخطف الفوز. وذكرت ماركا في تقرير آخر أن ريال مدريد عانى أمام الأهلي في المباراة على مدار أوقات طويلة، وذلك في ظل الخطورة التي شكلها المارد الأحمر في مرات عديدة من اللقاء. وقالت وكالة رويترز إن ريال مدريد نجح في تخطي الأهلي والوصول لنهائي كأس العالم للأندية رغم فقدان الملكي لعدد من مفاتيح اللعب الهامة مثل بنزيما في المباراة. وقالت صحيفة كواترو إن المباراة بدت سهلة قبل خوضها بالنسبة للاعب ريال مدريد وكتيبة كارلو أنشيلوتي، ولكن النادي الأهلي أثبت عكس ذلك وكان أقرب لخطف المباراة في لحظات عديدة، ولا سيما مع الكرة الجيدة التي قدمها الفريق المصري الذي صعب الأمور على بطل أوروبا. وعن هزيمة الأهلي أمام ريال مدريد برباعية قالت كونفيدنشال الإسبانية إن ريال مدريد نجح في أن يصل إلى نهائي كأس العالم ويستعد لملاقاة الهلال رغم الأحداث الدرامية في المباراة بإهدار ركلة جزاء وتقليص الأهلي للفارق بالتسجيل عن طريق أعلي معلول. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن ريال مدريد عانى أكثر من اللازم أمام الأهلي في المباراة، وذلك لشراسة لاعب الأهلي في أوقات عديدة من اللقاء، ولكن عندما نفذت القوة البدنية للاعب الفريق المصري بات الأمر سهلا أمام مدريد بهدف رودريجو وأريباسا. وفي تناولها نتيجة المباراة قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن الأخطاء الدفاعية تسببت في خسارة الأهلي، وذلك في ظل أن المباراة كانت صراعا متبادلا بين الطرفين ووصول الأحمر بكرات شكلت خطورة على دفاعات مدريد في أكثر من مناسبة. يا مساء الورد على كل جمهور آخر النهار في كل مكان، موعدنا الأسبوعي وأوف سايد. مساء الورد يا كابتن تامر. مساء الفل، ازيك يا ولاء؟ عامل ايه؟ والله في نعمه الحمد لله. نسيب بقى كل حاجه جانبا ونيجي نركز شويه في الفقره دي على الكوره، وزي ما بتقول كده اقلع لبس الاستاذيه ونلبس لبس الكابتنه واقول لك مبدئيا هارد لك. طبعا هارد لك للنادي الاهلي وهارد لك للكره المصريه طبعا. لكن هو السؤال، هل كان بالامكان افضل مما كان، ولا الجراه الشجاعه اللعب الند بالند لهم تمن؟ بص، خلونا بمنتهى الهدوء لان كان ممكن كلام الانفعال بتاع امبارح يبقى مختلف شويه عن الكلام الهادي اللي هنتكلمه النهارده، وانا اعتقد الكلام اللي انا هقوله ده 99% من الاهلاويه هيوافقوني عليه بعد ما
قرينا وهدينا وشفنا الماتشات وشفنا الفرص وشفنا ملخص المباراة تاني والدنيا تبقى أوضح في أذهاننا. واحد، العنوان الأساسي إنه المنطق هو اللي ساد. الأهلي لما لعب ريال مدريد الطبيعي إن ريال مدريد يكسب، الطبيعي إن ريال مدريد هو اللي يكسب لفارق التاريخ، فارق الإمكانات، فارق جودة اللاعبين، quality of players، جودة اللاعبين اللي موجودة هناك مختلفة. أضيف إلى ذلك بقى القيمة التسويقية للاعبين، أضيف للنظام الاحترافي اللي هناك، للزخم، للحاجة المفاجأة الغير سارة بالنسبة لي الحقيقة وأنا مش عايز أتكلم فيها كتير، وهي إن ريال مدريد امبارح كان بيلعب في استاد برنابيو. أنا الحقيقة مش فاهمها. امبارح فوجئت بجماهير المغرب اللي موجودة في استاد مولاي عبد الله في الرباط بتشجع ريال مدريد وكأن الوداد هو اللي بيلعب، كأن الوداد المغربي هو اللي بيلعب أو الرجاء المغربي هو اللي بيلعب، ودي حقيقة علامة استفهام غريبة جدا على عكس الجمهور المغربي اللي في مدينة طنجة اللي كان محسس لعيبة الأهلي ان هم بيلعبوا في استاد القاهرة. تسمح لي أقطعك بس، في رابطة لريال مدريد اسمها رابطة مشجعي ريال مدريد جوه المغرب، ودي اللي قالت عفوا احنا مش هنشجع الأهلي، احنا هنشجع ريال مدريد. على عيني وراسي، بس في وسط ما الأهلي جاب أول هدف اللي هو ضربة الجزاء اللي أحرزها علي معلول، كان بالعكس الجمهور ابتدى المغربي لا زيد لقدام يعني. بس أنا بقول لك بناء حتى على شهادة الجهاز الفني واللاعبين بتوع الأهلي قالوا إن هم فوجئوا من ساعة ما دخلوا حتى للإحماء قبل المباراة، فوجئوا بصفرات الاستهجان والصفرات المناهضة للأهلي يعني، وتشجيع وان سايد من طرف واحد لريال مدريد. طبعا على فكرة هم حرين، محدش هيخش جوه قلب كل حد يقول له حب مين أو شجع مين طبعاً. بس أنا بقول إن دي كانت تمثل بالنسبة لي علامة استفهام، وكانت مصدر قوة الأهلي افتقدها. يعني الأهلي كان بيلعب المفروض في دولة عربية، كنا متخيلين إن الأرض والجمهور هيوقف معانا. يبقى ما نادي الهلال يستعد، نادي الهلال يستعد، الهلال السعودي يعني ايا كان. بس انا بقول لك انه ما حدث وشكرنا الجمهور المغربي عليه جدا في مباراتين اللي حصلوا في طنجة مع اوكلاند وسياتل كان معكوس امبارح. فده خدي بالك ده نقطه مهمه، ان انت مره واحده بتحسي بتلعبي قدام مارد اوروبا ريال مدريد والجمهور كمان واقف معاه بيشجعه، فدي بتاخد منك ومن ثقتك ومن نفسيتك شويه. رقم 3، هل كان في الامكان افضل مما كان زي ما انت قلتي؟ بناء على اللي احنا شفناه امبارح. ازاي؟ عايز اقول لك ان انا طلعت امبارح قبل المباراه وقبل ما اخلص البرنامج مارسيل كولر اعلن التشكيل الاساسي اللي هيلعب بيه، وفوجئنا بيه كلنا انه ما بيلعبش 3 ديفندرات، شايل حمدي فتحي ولعب قفشه ونازل بتشكيل هجومي ضد ريال مدريد. وانا قلت الكلام ده امبارح قبل الماتش، وقلته انا بقوله اهو قبل الماتش عشان من غير ما اعرف نتيجته، عشان الناس ما تقولوش ان انا بغير كلامي بعد الماتش. قبل مباراه قبل مباراه ريال مدريد امبارح قلت ان دي مغامره ذكيه جدا من كولر. مغامره؟ طبعا مغامره. انت بتلعبي قدام اقوى فريق في العالم وبتلعبي هجوم، يعني انت قدام سياتل وقدام اوكلاند لعبتي بثلاثه هاف ديفندر، لعبتي بحمدي فتحي واليو ديانج والسوليه وقفشه كان احتياطي مظبوط. قدام ريال مدريد الفريق الاقوى في العالم بتلعبي بالديفندرين بس وتلعبي باربع مهاجمين قفشه والشحات وشريف وعبد القادر، جراه شديده جدا. ما ده يخليني اسالك، هو ادار المباراه فنيا صح ولا المغامره دي ما كانتش تنفع قدام ريال مدريد؟ لا، بدليل انها نفعت. ازاي؟ هو انا ليا بعض الملاحظات على اداره جزء من الشوط الثاني عند كولر، بس هقول لك ليه النتيجه نفعت او المغامره نفعت. المباراة لحد الدقيقة 90 كانت كام؟ لحد الدقيقة 90 كانت 2-1. هما جابوا في الدقيقة 89 أو 90 الجول الثالث، وبعدين في الآخر للأسف في الوقت بدل الضايع الرابع. تمام. معنى كده إن أنت في التسعين بس كان في ضربة جزاء صدها الشناوي من لوكا مودريتش. صح. معنى كده إن أنت في التسعين دقيقة كان مباراة ندية. بالظبط، 2-1 معناها إن ندية. صح. أضيف إلى ذلك الشوط الأول، وانا احب الناس اللي هتقول لي يا تامر انت بتقول ايه وجاب ايه، ارجعوا وشوفوا شريط المباراه. الشوط الاول الاهلي يطلع كسبان ريال مدريد الشوط الاول نتاجا للفرص اللي تحققت، فرص انا بكلمك على فرص محققه تحققت للفرقتين. ريال مدريد جالهم فرصتين، والفرصتين لجونيور، واحده حطها جنب العرض الناحيه دي وواحده حطها رودريجو في القايم.
هما الاثنين من اخطاء دفاعيه يعني مش من، بس في النهايه فرصتين محققتين. في المقابل في اربع فرص محققه في الشوط الاول للنادي الاهلي. فرصه شريف كانت اول فرصه، فرصه شريف خدت عينينا، فرصه عبد المنعم الهيد اللي معرفش اللي ازاي الكورنر اللي طاهر مش طاهر اسمه ايه سلاي رجعها له في السته يارده. والحقيقه انا كنت شايف في الكوره ان في تدخل واشتراك، لما جيت في الاعاده كانت لوحده حطها فوق مع ان الجول مفندق قدامه محمد عبد المنعم. ثم الكرتين بتوع الشحات، الكره العبقريه اللي خدها وحطها من ناحيه الشحات وتالق حارس المرمى وطلعها من تحت العارضه. ده احنا هنيجي للعبقري الشحات بقى بعد طيب كده يعني. ثلاث اربع فرص محققه وصل بيهم النادي الاهلي مهددا مرمى ريال مدريد في شوط. تمام؟ لو كنت بتلعبي بثلاث ديفندرات عمرك ما كنت هتعملي الزخم الهجومي ده، وعمرك ما كنت هتوصلي ان انت تهددي مرمى، كنت هتبقى يبقى فرخه مستقبله لهجمات ريال مدريد. بس انا بشكرك على الملاحظه دي. ليه بقى؟ لان انا عايز اسال سؤال مهم. لو بتلعب ثلاث ديفندرات انت كنت هتقول ديانج والسوليه وحمدي فتحي. طب ما هو حمدي فتحي استخدام كولر لحمدي فتحي في الماتشات اللي قبل كده كانت على العكس تماما، بيكلفه بمهام هجوميه وبيطلع قدام يبقى تقريبا ظل مهاجم، وكان بيعمل يعني كرات احنا كلنا كنا بنتفرج على جمالها. صح. ايه بقى اللي في قفشه كان ممكن يضيفه للنادي الاهلي قدام ريال مدريد يخلي كولر يبدا بقفشه ويقعد حمدي فتحي على الدكه؟ صناعه اللعب والوقوف على الكره، ودي الحاجه اللي مش موجوده عند حمدي فتحي. انت لو تفتكر احنا قلنا برافو على حمدي فتحي كان في ماتش الزمالك لما طبعا لكهربا لما كولر استخدمه الاستخدام ده. بس خد بالك هنا حمدي فتحي ما كانش صانع لعب بقدر ما كان مهاجم تاني. بالظبط. كويس؟ بالظبط. لكن قدام ريال مدريد لا، الوضع مختلف. انت محتاجه حد يوقف لك على الكوره عشان يوقف المد الهجومي ريال مدريد وما تضغطيش طول الوقت. ليه؟ لانه وقت ما بتضغطي بيحصل الاخطاء اللي حصلت امبارح وتسببت في الاهداف. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. شفت بقى فعلا قفشه قام بالدور ده؟ اه طبعا. ما انا بقول لك انا ليا النتيجه. انت اتفرجي على 45 دقيقه الاولى الشوط الاول. تمام. فرقتين الند بالند، هجمه هنا وهجمه هنا، في سيطره هنا في نص الملعب وفي سيطره هنا في نص الملعب. بقول لك ريال مدريد وصل بثلاث كور، منهم الخطا الساذج اللي حصل من متولي، لكن طبعا ما ينفعش يذبح متولي. كل اللعيبه لا انا مش شايفه كل اللعيبه هو بتفتر. عبد المنعم على ال 18 تدي بالهيد وانت بتلعب قدام ريال مدريد، ياخدها ديانج يديها لمتولي ايا كان. بصي كوره فيها كده وفيها الاخطاء، بس انا في النهايه طبعا خطا ولازم يتعلموا منه وياخدوا خبرات أكيد. بس مش عايز اذبح حد يعني. لا انا مش قصدي ان الهدف كمان اللي جه وطلع ريال مدريد منتصر بيه في الشوط الاول هدف من خطا دفاعي ساذج، يعني حتى مش هو جمله هجوميه حلوه. بالظبط. لكن بالجمله سواء من الاخطاء او من غير الاخطاء، نتيجه الشوط الاول ثلاث فرص لريال مدريد قدام اربع فرص للنادي الاهلي. كان ممكن الاهلي يطلع متعادل او متقدم كمان في الشوط الاول. الشوط الثاني الجون الثاني وقته سخيف قوي جدا، في عز ما انت داخله تعملي ريمونتادا ومتحمسه بتعليمات المدير الفني والحصه النفسيه اللي خدتيها في الاكسترا في الـ في الـ في الهاف تايم وبتاع، اول دقيقتين تتخبطي جون توجع. ومع ذلك وده اللي قاله كولر، قال لك احنا بعد الهدف الثاني ده كان يقضي على اي فريق وكان الماتش يتفتح ويبقى وان سايد جيم ويبقى 7-8، لكن اتسبب حسين الشحات في ضربه الجزاء. لكن الاهلي رجع نفسيا، سيبك من ضربه الجزاء ممكن ما تحسبش، بس انا قصدي ان بعد الهدف الثاني الاهلي وقف على رجله وابتدى يهاجم ويضغط وعمل كولر التغييرين بتوع بيرسي تاو و نزل بعد كده حمدي فتحي وطلع هو شال شريف ونزل بيرسي تاو وشال طاهر نزل طاهر نزل طاهر طلع حسين الشحات ونزل طاهر وشال حسين الشحات، ودي ليا فيها ملاحظه انه شال احسن لعيب في الفرقه. يمكن كان اجهد او مارسيل كولر شايف انه عمل اللي عليه وعمل سبرنتات كتير ومش عايز يحرقه تماما يعني كلياقه بدنيه يمكن، لكن انا رايي انه كان لازم يستنى على الاقل 10 دقائق ربع ساعه كمان لانه كان هو اللي شايل الفرقه. تعالى بس كده لحسين الشحات، لكن ارجعي بس قبل حسين الشحات. ماشي. الاهلي بعد الهدف الثاني دخل فيه تسيد المباراه ومجموعه طويله من الفرص وجات له ضربه الجزاء، وبعد ضربه الجزاء بثلاث دقائق الاهلي النتيجه تبقى 2-2. كان المفروض فرصه قفشه عشان كده بقول لك فيها توفيق وعدم توفيق. انا مع طبعا مع التوفيق حطي حته بقول لك كواليتي اوف ذا بلاير. كمان انا كنت بشوف حارس مرمى جوده ريال مدريد ليونيل زي ما بشوف الشناوي، الاثنين
على نفس المستوى. يعني مثلا مش هقول انا ما شفتش والله حارس مرمى دي بعد دقيقتين ونص من هدف التعادل اثرت نفسيا ضياع الفرصه دي. انت معايا اللي انا بقوله لك؟ دقيقتين ونص من هدف التعادل يعني كانت الدقيقه ابتدت ساعتها تقريبا 70 او هتبقى 72 كانت النتيجه هتبقى 2-2 وساعتها الماتش هياخد خط تاني خالص راحت في حته تانيه خالص. الاهلي مش هيبقى مجبر انه يفتح دفاعاته ويفتح وسط ملعبه ويهاجم عشان يعوض لانه ساعتها هيبقى حقق النتيجه المثاليه مع ريال مدريد فهنقف في اماكننا ويقفل ويستنى ركلات الترجيح ويقفل ويحصل اللي يحصل بقى نخطف جون او نلعب بنالتيز او كذا. لكن الكره دي مع الكره اللي بعديها مباشره خدي بالك الكورنر بتاع طاهر اللي رفعه معلول وحطوا طلعوا القرد اليوناني بتاعهم ده حركه أراداتي بس بصراحة ممتاز ممتاز حارس اليوناني العظيم. عرفت معلومة على لعيبة ريال مدريد أثناء التدريب وهم بيتدربوا بيحطوا ماسكات عشان تقلل نسبة الأكسجين حواليهم وهم بيتدربوا ليه؟ عشان تساعدهم على توسعة الرئة. فبنشوفهم في الملعب رهوانات أنا كانوا بيجروا أنا عينيا مش جايباهم وهم بيجروا. أنا بقولك عشان كده في فرق حاجات كتير منهم السيستم ومنهم طريقة التدريب ومنهم الكواليتي ومنهم كل حاجة. بس أنا بقولك ومع ذلك انا رايي ان الفروقات دابت امبارح الفروقات قلت. انا بقول لك لحد الدقيقه 70 انت 2-1 ومضيعه كورتين بهدفين محققين كره قفشه اللي ما ينفعش تضيع. انت شفت الصوره عامله ازاي قفشه على خط الستة ياردة والجون مفندق قدامه اي حته في الثلاث خشبات جون اهي. يعني بصي الكره ده احسن من ضربه الجزاء ده انت قريبه والجون واقف مش عارف يروح فين ولا فين اي حته في الثلاث خشبات جون الا ان انت تطوحيها التطويحه اللي طاحت امبارح بيها قفشه. مع انه في الماتش اللي قبله في سياتل كان هو برضه كوره ومتابعه يعني. بس هي التوفيق ما هو عشان كده قلت لك التوفيق. وبعديها بدقيقتين الكره هد عبقري هد عبقري من اهو من طاهر الجون اليوناني بتاع ريال مدريد اللي هو البديل بتاع كورتوا طار وجابها من تحت المقص اي حارس تخش فيه. لكن التوفيق كان ممكن تخبط في ايده وفي العارضه وتخش لكن ربنا ما كانش راي. طب انت قلت دلوقتي على اداره الموضوع انتهى بقى. اداره كولر الفنيه للمباراه قلت اول حاجه لما شفت التشكيل قلت الله دي مغامره حلوه قوي من كولر محسوبه. اي مدير فني لو عنده اربعه هفض فيقدر ينزلهم يقول لك انا اقف والله زمان يا سلاحي وامنع الهجمات المدريديه. لكن هو قال لك احسن شيء ان انت تمنع هجوم مدريد ان انا اعرف هاجم مدريد. عشان كده ملاحظه الذكاء اللي انت قلتيها من شويه ان انت طول الماتش شايفه هجمه هنا وشايفه هجمه هنا بالزبط. شايفه الشناوي بيشيل وشايفه اللينين اللي هو حارس مرمى اليوناني بتاع حارس مرمى بيشيل. هنا المباراه نديه كامله. عايز اقول لك يا علاء انه اكثر من انصف الاهلي امبارح الصحافه الاسبانيه كارلو انشيلوتي. تصدقي قال لهم للصحافه الاسبانيه عانينا قدام الاهلي ولكن فزنا في النهائي. اكتر من انصف الاهلي في اداءه امبارح الصحافه الاسبانيه يمكن اكتر من الصحافه المصريه. هو يمكن الناس كانت مستنيه هنا في مصر بس الفوز كانوا طبعا يعني مع عشان الوضع كده في الاعتبار ولازم اكد انه مدلول النتيجه كرقم وحش. يعني احنا لما النتيجه وصلت الدقيقه 90 وكانت النتيجه 2-1 وفرصه بتاعت قفشه راحت وفرصه بتاعت طاهر راحت وانا قاعد كده قلت خلاص ربنا مش رايد. لو كان ربنا رايد كانت واحده منهم دخلت و2-2 وكانت ساعتها هتبقى ليله بقى. قلت ربنا مش رايد. وبعد كده لذلك قلت ايه وانا قاعد والله مع اصحابي قلت لهم الحمد لله على فكره 2-1 مع ريال مدريد نتيجه حلوه جدا جدا في ظل مسلسل اهدار الفرص اللي احنا عاملينه. على فكره كلنا كنا راضيين. الاكسترا تايم بقى دخل فيه جونين لانه الاهلي خلاص ساعتها قفل. يعني لعيبه الاهلي بعد الجول الثالث تحديدا ما بقتش شايفه. ما هي المصيبه ان ريال مدريد ما ينفعش تغيب ذهنيا قدامه في اي لحظه. بس خلاص انا في رايي طبعا بقول لك مع مدلول النتيجه الوحش بس انا في رايي 2-1 4-1 هي طبعا للتسجيل والسجلات لكن في النهايه خساره. خلاص 2-1 هتلعبك على الثالث والرابع و4-1 هتلعبك على الثالث والرابع. طب تعالى خلينا احنا لسه ما زلنا بنتكلم في الاداره الفنيه الكولر لمباراه ريال مدريد والاهلي. دلوقتي قلنا التشكيله لما شفتها قلت مغامره حلوه. مش هسألك واقول لك يعني ما قلتش الله ليه ما بدأتش بحمدي فتحي زي مصر كلها امبارح. لاحظ ما شافوا التشكيل فين حمدي فتحي كده. لكن هروح للحته الثانيه. انا نسيت بس عشان ما بقاش بقول كله تمام. انا بقول لك ليه ملاحظتين على الاداره الفنيه بتاعت كولر. واحد هي تغيير التسرع في تغيير الشحات الا لو كان الشحات اشتكى من اجادة او حاجه بس باين الشحات وهو خارج كان متضايق فمش باين ده حد بيشتكي ده هو كان عايز يكمل بس واضح ان كولر اللي سحبه. ف
فانا في رايي انه كان يصبر عليه شويه على الاقل 10 دقائق كمان، خصوصا ان هو مصدر الخطوره الاساسي. هي دي بقى. اتنين، عمرو السليم. عمرو السليم امبارح طول الماتش اوت اوف ذا ماتش. وعلى فكره اللي وقعنا شويه امبارح كمان ان ديانج ما كانش في افضل حالاته. انا مش معاك خالص. ديانج قطع ميه ونور على لوكا مودريتش. مش في افضل حالة، ما قلتش ان هو كان سيء. بس انه يسيطر على لوكا مودريتش. انا شكرا يا ديانج. يسيطر على ده. لا والله ده لوكا ما كانش عارف يعمل سكاننج للملعب. اسمها حد كتير من خطورته، لكن سيطر عيب. انا ما شفتش لوكا كتير امبارح. لا معلش انا شفته، بس ايا كان ايا كان، بس ديانج عنده احسن من كده، خصوصا على مستوى المسانده، انه بياخد الكره ويطلع ويشوط وبتاع، بيعرف يعملها. تسمح لي اقول حته هنا؟ طبعا، بس اديني بس اقول النقطه دي. اوكي. انا كمدير فني بقى وانا قاعد بره وشايف، انا شايف من الشوط الاول ان عندي لعيب 99% من لمساته غلط، معظم الباصات غلط، معظم التحركات غلط. واقع بدنيا ايا كان، واقع بدنيا ذهنيا، ما جاش الماتش، مش مركز، مش قد التحدي ده، ايا كان. انا اصبر عليه كل ده، اصبر عليه كل ده، ويوم ما اجي اغير ديانج واسيب السلايه. دي كارثه. وصلت هي دي الملاحظه طبعًا. اللي انا محتاج كولر يفسرها لي، انه الشحات هو مصدر الخطوره الاساسي ومتالق وعامل ماتش عظيم، وانا في رايي ان هو يستحق مان اوف ذا ماتش، وشاله في الدقيقه 60، ثم لما عايز تعدل في نص الملعب سبت اللعيب الاوت اوف كونسنتريشن واوت اوف توفيقيشن واوت اوف كل حاجه، سبته وخدت ديانج الصداده الجامده اللي جنبه. حمدي فتحي لما نزل عمل جهد ممتاز وشغل ممتاز، بس لو كان مع ديانج كان بقى الشغل احسن. فصبر كولر على السليه طول المباراه امبارح علامه استفهام غريبه. حسين الشحات بقى حاصل معاه حاجه. حسين الشحات ملاعب ريال مدريد قبل كده في كاس عالم للانديه برضو لما كان بيلعب مع العين الاماراتي، فحته الرهبه شويه رايحه، فتلاقيه امبارح هو الجريء ورايح عليهم. صح. ومش فارق معاه حاجه، وفعلا كلنا مصر ما فيش حد اختلف على حسين الشحات امبارح ان كان مستواه عالي قوي. مان اوف ذا ماتش، بقول لك مان اوف ذا ماتش ده حقيقي. فلما يعني هو ومن الذين فينيسيوس جونيور ده، لا لا ده حاجه عظيمه، حاجه عظيمه. لا لا حبيبتي لازم تستمتعي بيها. طبعا طبعا، مهاره وحاجه تسعد لازم. بس هو فعلا الفريق ككل، انا هروح لفينيسيوس في سؤال كده مهم، لكن الفريق ككل فعلا يحترم على حاجه، ان هو بيستغل ريال مدريد. هو ده بقى، يعني ان بيستغل غياب ذهنيا، حتى لو اللي قدامي وحش بس غاب ذهنيا ازود انا السكور على طول. الفرق بقى فين يا استاذه ولاء؟ فين يا استاذ؟ الفرق الاساسي اللي بان امبارح ما بين ريال مدريد والاهلي، بقول لك رغم ان الفوارق دابت والمسافات قلت لان الديه كامله، يمكن في الشوط الاول كمان كان في تفوق من حيث الفرص للاهلي، بس اللي خلى النتيجه 4-1 ايه؟ النتيجه النهائيه ريال مدريد كسب الاهلي 4-1. صح، انه مركز حتى لاخر لحظه، ده واحد. بس اتنين الاهم، انه ريال مدريد جات له 6 فرص، سجل منهم 4، سجل منهم 4، 6 فرص في المباراه سجل منهم 4. الاهلي جاله 7 فرص ما سجلش منهم ولا واحده، لان الحقيقه البنالتي دي مش فرصه. طبعا فرصه، دي كانت كره على اليمين على خط ال 18 بين الشحات وكافابينجا، فما تعتبرش فرصه، بس هي بمهاره الشحات عرف يجيب ضربه جزاء. لكن 7 فرص محققه للتسجيل ما سجلتش منهم كره واحده. ده يقول لنا ان عنصر التوفيق له عامل، نمبر 2 كواليتي اوف ذا بلايرز بقى اللي هي جوده اللاعبين، هنا من 5 فرص او 6 فرص احرزوا 4، هنا من 7 فرص ما احرزوش ولا واحده. ثم ارجع واقول ابحثوا عن اداره التعاقدات في النادي الاهلي التي فشلت في استقدام مهاجم، لو كان موجود امبارح كان فرق. طب معلش، يعني اكيد المهاجم لو موجود فرق دي اول كتير. نمبر دي ده رقم 1. محمد شريف بيلعب لوحده. تعالى لي ثانيه واحده بس، تعالى نتفق على حاجه، مش عايز اقرص عليه قوي، بس عشان كده قلت لك وانا بقول اكتر من مره كواليتي اوف بلاير يعني جوده اللاعب، انا قصدي هنا محمد شريف. وانا مش هخليك تذبحه، لان هو رجع في مباراه قبل ما يخرج من مصر، رجع وكان بيأدي حلو وابتدينا نشوف. لا. لا شفناه قدام. فاكره يا ولاء؟ والله الحمد لله على كل شيء. فاكره الخناقه اللي اتخانقناها الاسبوع اللي فات؟ مش مهم بقى افكرك كان بسبب ايه يعني، بس كان لا انا فاكره كويس، عشان انا كانت الفرصه بتكلم على الفرصه اللي ضيعها، وكنت حضرتك بتتكلم على الهدف اللي سجلته. تمام، فانت درستي غلط، لانك كنت فاهم ان انا كنت بتكلم عن الفرصه اللي ضاعت. بالظبط، لكن انا كنت بتكلم عن الهدف اللي احرزه.
تمام اللي هو الهدف الثاني في مرمى كالبنك الاهلي أوكلند. لا لا اوكلاند هنتكلم على اوكلاند ماتش اوكلاند الجون الانفراد فانت قلت لي شريف رجع وبقى شريف المخيف قلت لك حطها حطه وحشه جدا ايوه دي حقيقه فاكره ايوه قلت لي لا ازاي ده حطها قلت لك يا سيدي ما بتكلمش على الفرصه بتكلم على الجون اللي جه ودافعت عن شريف صح صح ودافعت انت ساعتها عن شريف قلت لك ارجعي بصي على الجون ده انفراد والحارس كمان بسذاجته حارس بتاع اوكلاند ما طلعش فساب له الجون مفندق ومع ذلك شريف حطها حطه وحشه جدا حطها تحت ايديه الحارس ده لو كان بس مفتح عينيه كان شالها مع ان الجون قدامه قد كده ده معناه ايه؟ ها ان الراجل ده لسه عنده مشكله الجون سهل زي ده المفروض تتحط مضمونه في ابعد حته عن حارس المرمى ده انت لوحدك ومعكش ضغط والحارس كمان سهل لك القصه وما قفلش عليك الزوايا وما طلعش طب معنى كلامك ده ان كارلوس كيروش عنده حق في اللي عمله من سنه لما عمل قائمه المنتخب ما ضمش قفشه وشريف رغم انهم كانوا متالقين في الوقت ده لا شريف ساعتها كان وقال انهم لعيبه على المستوى المحلي جيدين وضح الحقيقه انه يعني عنده حق الراجل امبارح شريف بقول لك 3 4 كور لا الا ما سدي ده الكره اللي هو خدها اللي احنا حاسبينها فرصه لانها فرصه انفراد هو عشان ما بيبصش لو بص بس جنبه عبد القادر هيحدوث الطياره ده لوحده حتى عبد القادر لطم بعد الكره قال له ايه ايه اهي اي حد في الحته دي بيعمل ايه اسالي بقى علي معلول لما بيوصل للحته دي علي معلول اول ما بيوصل لهنا بيقوم مهوش بيطلع الباك ده اللي معاه بره ويقوم لعبها بالراحه لورا على حدود الطياره ده يبقى عبد القادر ده قدامه الجون والحارس المرمى يقول له ارجوك متعني وحطني في اي حته انت عايزها لكن البي قال لك انا ومن بعد الطوفان وقام طيارها في السماء كل واحد كان ديارة. عايز يقول انا موجود امبارح قدام ريال مدريد لا لا ما تنفعش لا قدام الفرق الكبيره دي ما فيش حاجه اسمها انانيه وظهور في حاجه اسمها انا بلعب للفريق ثم بقى اللي خليني الوم على شريف اكتر ومش عايز اذبحه بس ده اللي هو نقد المحب اللي لازم ارصد ود جامده قوي 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 امبارح الماتش خلص الماتش خلص تمام والاهلي كسبان خسران 4 بص حتى الاهلي كلمه مش راضيه تطلع الرقم 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 وحش طبعا الاهلي حتى لو بتلعب نجوم العالم ما هو لعب بايرن السنه اللي فاتت يعني ما زعلناش انا بالنسبه للاهلاويه فكره الخساره دي فكره مش مقبوله حتى من الفرق الكبيره الله يمسيه بالخير بيتسو موسيماني الخساره جنازه الله يفتح عليك الله يفتح عليك صح احنا بالنسبه لنا كده ثم الخساره باربعه رغم ان احنا ما نستحقهاش ونتيجه واداء المباراه وسير المباراه ما يدلش على النتيجه ابدا ابدا لكن في النهايه الماتش خلص 4 انا لعيب في الاهلي اول ما الحكم بيصفر اعمل ايه امشي بقى على اوضه اللبس ساكت وما ابص في الارض طبعا ابص في الارض وابكي وابقى زعلان زعلان على نفسي وزعلان على التيشيرت اللي انا بلبسه وزعلان على الملايين اللي زعلهم على نتيجه المباراه والاداء يعني من اخر سلوكي لحد اوضه اللبس بقول للجمهور انا اسف صح مش بس بقول انا لازم اكون فعلا اسف من جوايا كمان يعني مش حتى بمثل للاسف انا لازم اكون اسف وفعلا ابين للناس ان انا ماليش وش دلوقتي ما تكلمونيش لحد ما اصالحكم ان شاء الله بالبرونزيه يوم السبت كل لعيبه الاهلي عملوا كده الشناوي خرج دموع على عينيه عبد النعمه متولي خارجين امبارح باصين في الارض ومش طايقين نفسهم الحكم صفر الاخ محمد شريف عمل ايه لف على لعيبه ريال مدريد عشان ياخد منهم التيشيرت انا مش عايز اقول كلام طيب خلاص مش عايز اقول كلام عشان انا عندي سؤال يبقى صعب عليه بس خلاص. دي لا اخلاق الاهلي ولا نفسيه الاهلي ولا سلوك الاهلي انت مش بتلعب في دوره رمضانيه انت مش بتاخد حتى لو بتلعب مع ميسي اللعيبه في قدام بايرن كلهم انا شفت طبعا كل الصور على السوشيال ميديا كلهم راحوا اتصوروا مع ناير ويعني كان الموضوع برضو عادي فعديها لا يعني انا شايفه لا انت تشوفي براحتك رغم انهم كانوا مهزومين من بايرن تمام نطلع فاصل ايه رايك نطلع فاصل ونرجع لكم ورجعنا لكم تاني ونكمل السؤال المهم للاستاذ سامر وهو حارس مرمى النادي الاهلي راضي عن ادائه ولا ممكن تقول انه في هدف من الاهداف ممكن يكون مسؤول عنه لا انا راضي تماما امبارح الشناوي كان مركز وكان اداؤه هايل الهدف الاول
انفراد صريح من واحد من امهر لعبة العالم فينيسيوس جونيور، فحطها له تشيب كده بشكل مهاري جدا، صعبة قوي على اي حارس. الهدف الثاني هزار، يعني هزار من الدفاع. امال الثالث بقى تقول فيه ايه؟ الثالث لا الثالث ده تيكي تاكا عظيمة، ده غير ان خط الدفاع بيتفرج. بصي فيها ولاء، في ليفل للإجادة في كرة القدم وفي ليفل للمهارات الاستثنائية. المهارات الاستثنائية دايما خلاص ساعتها فكرة ان انت واقفة صح او بتدفعي صح او كذا، بدليل ان ميسي بيعمل حركاته دي وحاجاته من 17 سنة وبتدخل ليه؟ لان انت ليفل مهما كنت وقفتي قدامه لعيب ميسي بيجيب الكلام ده في دفاع ريال مدريد ودفاع بايرن ميونخ ودفاع مانشستر سيتي، لان في مهارات استثنائية مفيش دفاع مهما كان جودته يعرف يقف قدام. امبارح اتلعبت تيكي تاكا زي الكتاب ما بيقول، اخر كرة الكعب دي الله في سماه مين فينا كان شايف الراجل الرودريجو اللي جاي من ورا ده عشان يديها له؟ هو شايفه. والنهارده قال له انا صرخت عليه عشان يشوفني واديها له بكعبه، كل الدفاع رايح واحنا بعيننا رايحين ناحيه اليمين، هو اديها له قال له روح اتفضل الف سلام. ففي تيكي تاكا كده عظيمه. فعشان كده بقول لك لا، انا رايي ان الشناوي لا يلام على اي من الاهداف، وانه ادى مباراه كويسه جدا، والشوط الاول شال انفرادين مهمين جدا، والشوط الثاني شال البنالتي من لوكا مودريتش. يعني عايز ايه تاني؟ تعالى نتفق بقى ان ريال مدريد فريق عريق طبعا، بطولات وتاريخ كبير محدش قادر يقول عنه ولا كلمه، والاهلي فريق فعلا يعني مش عارفه اقولها ازاي، بس فريق بيعافر وسط اللهو الاداري اللي في الكره المصريه، صح كده؟ صح. فريق بجد لما بيتكلموا عن مصر بيبقى سيرة النادي الاهلي، الحمد لله محدش يقدر ينكر الكلام ده. بس ايه اللي ناقصنا عشان لما نقابل فرق كبيره زي دي نفوز عليها؟ مين احنا بقى؟ مش ناقصنا دي مين؟ الاهلي ولا احنا الاهلي؟ احنا النادي الاهلي. اداره فنيه، لعيبه، لا حاجتين. اداريه حاجتين. ايه هم؟ كان ناقصك امبارح مهاجم، يعني المهاجم هو امبارح اللي كان هيحل. لسه بقولها حاجتين، حاجه منهم مهاجم كان يفرق معاكي، لان خدي بالك يا ولاء هي نتيجه كره القدم بتتحسب بايه؟ طبعا رقم الاهداف، صح؟ يعني مش بالاستحواذ، لا 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 لا، ولا بالفرص، الكلام ده وقت المباراه بس، ولا الفرص ولا الترقيصات ولا سباقات السرعه، مع ان ممكن تبقى انت متفوقه في كل دول بالظبط، بس الكره ما بتخش الشبكه فبالتالي النتيجه ما بتحسبش، صح؟ صح. يبقى اهم حد، مع كامل احترامي، مع كامل احترامي لعناصر اللعبه كلها، بس اهم حد هو اللي يدخل لي الكره في الايه؟ اللي بيسجل في الشبكه، صح. لما يكون عندك مشكله في ده بالذات يبقى عندك مشكله في اهم عنصر هو القادر على تغيير النتيجه. تعملي ماتش حلو، تتسيد نص الملعب، انا مش بتكلم عن ماتش الملعب، بتكلم بصفه عامه، بالظبط، تتسيد الملعب، تضيعي 140 فرصه، كل ده ما بتحسبش. كل ده الناس بتنساه، اللي بيفتكروه الكره تجاوزت خط المرمى كم مره. فبالتالي لما يكون عندك اهم عنصر في ده تخلقي فرص مفيش حد بيعرف يترجمها الى اهداف، يبقى ده عنصر اساسي مش هيخليكي تنافسي الفرق الكبار زي دي. زي ما بقول لك مباراه من العيار الثقيل زي بتاعت امبارح، الفرصه بتفرق. انا كده كنت بقول لاصحابي في الهاف تايم امبارح، قلت لهم انتوا بتهزروا يا لعيبه الاهلي؟ بتضيعوا اربع فرص قدام ريال مدريد؟ ده احنا نفسنا في فرصه، اوصل اربع مرات للمرمى واضيع، يبقى عايزين تكسبوا بقبله ايه؟ لكن في النهايه ادي الله ودي حكمته. ده واحد. اتنين، انه يبقى عندك السيستم الرياضي الذي يسمح بان تقارعي الكبار، وده مش موجود عندنا للاسف، قولا واحدا. طيب نسيب بقى في موضوع انا عايز اسالك، حابب تجاوب عنه قول لي، مش يعني حابب اعمل سكيب على عشان اقولها بشكل واضح. ها، الاهلي انت قلتي لفظ عجبني قوي قوي قوي، بيعافر. بيعافر ليه؟ بيعافر لانه خارج المنظومه. دي حقيقة. دايما احنا بنتكلم على كلمه منظومه باعتبار ان دي حاجه حلوه، لكن للاسف منظومه الكره في مصر حاجه وحشه، فالاهلي هو الوحيد اللي بيحاول يعافر بره المنظومه الوحشه عشان يتلافى اثرها ويمثل حسنا سفيرا للكره المصريه كويس. فربنا يكون في عونه يا رب. فعلا عارفه فيلم الليمبي؟ كان فيلم الليمبي ولا فيلم معوكه انا فاكر، قال لهم ايه ده؟ ادوا له كل الاسلحه، فاكره؟ ادوا له النار بتاع الرمح، وقال له ايه وانا حارب لوحدي؟ هو الاهلي بيحارب لوحده لاعلاء اسم الكره المصريه في افريقيا وفي العالم، ومنظومه كره القدم والرياضه في مصر بتشده لورا، كمان مش بتساعده، ده بالعكس بتحاول تشده لورا. ما هو سؤال انا بقى، عشان ايه
حتى وهو في المعافرة دي احنا عايزين نلاقي الحتة الباقية كريزة بقى دي اللي بتجيب الاهداف وتخليه يفوز على فريق زي ريال مدريد زي باير ان شاء الله لما يجي مهاجم كويس. وانا بقولك كمان انتظري كريستو. بس هو مارسيل كريستو اللي هو محمد الضوي اللي هو لاعب النجم الساحلي اللي احنا اشتريناه، بس كولر ما حبش يحرقه في هذه البطوله، ده لسه ورور وعايز لسه يفهمه تكتيك ويفهمه قصه وبتاعه، لسه قدامه ان شاء الله سنوات طويله في خدمه الاهلي. بس انا بقول لك انا اتفرجت عليه، الولد ده فاكهه في الكوره، فاكهه لما يتوتك كده ويظبط هتلاقيه حاجه على في الجناح الشمال، ده حاجه تفرح يعني باذن الله ان شاء الله. بص هقول لك على حاجه، انا بعد حتى مباراه امبارح كولر اديله بس الامكانيات والله الراجل ده هيعمل ان شاء الله يعني صح. تاريخ مع النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. طيب نروح بقى للمنظومه اللي مش بتساعد النادي الاهلي. لا قبل المنظومه وانا بقول لك اهو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاهلي لن يخرج خارج الوفاض باذن الله، هيصالحنا يوم السبت. ورغم ان احنا زهقنا برونزيات والدولاب عندي اتملى برونزيات، لكن طب انت مش قلقان من فلامينجو تبقى شراسه هجوميه وسنه اسنانها عليك؟ طبعا بالميراس السنه اللي فاتت كمان غير بالميراس هم خارجين مجروحين من الهلال مليون في الميه، فعايزين بقى يعملوا اي حاجه، فايه مش مقلقينك؟ يعملوا اللي هم عاوزينه، بس الاهلي بالمستوى اللي انا شفته امبارح لو نفس المستوى بس كده من غير اي حاجه لا نفرم فلامينجو ده ان شاء الله يعني. ان شاء الله يا شاء رب الله. بنتمنى يا رب التوفيق باذن الله. المنظومه اللي مش بتساعد النادي الاهلي خدت قرار مؤخرا، لو حابب نتكلم في الموضوع اوكي، مش حابب اسكاب على طول. خدت قرار وقالت ان الكابتن عصام الحضري اللي هو كان مدرب حراس مرمى المنتخب الاولمبي مش هياخد اي مناصب تانية ابدا في الكره المصريه. القرار ده انت شايفه ولا اساسا شايف خروج عصام الحضري وانضمامه لجهاز الفني الكوبر للمنتخب السوري الشقيق، شايفها ازاي؟ والقرار اللي خده اتحاد الكوره ده ايه؟ بص عشان يعني القصه دي في النهايه دوشه كبيره على الفاضي في رايي يعني. ليه؟ واحد على مستوى اتخاذ القرارات انا في رايي انه قرار مش موفق قوي من الحضري، مش موفق قوي يعني. هو الفكره انه كابتن بركات قال انه ما قالش لحد، هو بس الفكره يعني ربنا يوفقه في كل خطواته. بس بالراحه لكن بالراحه عليا عشان بس الكلام يبقى واضح. لو طيب. انا مكان الحضري وقدامي البديلين مش هختار البديل ده، لانه اولا كل الاحترام كل الاحترام للكره السوريه، بس هو انت مش شايف منتخب مصر عشان تتدرب مثلا حارس مرمى مدرب حراس مرمى الارجنتين ولا حراس مرمى اسبانيا ولا حراس مرمى انجلترا وبتاع، انت رايح لدوله عربيه شقيقه حتى الكره المصريه اقوى شويه من الكره السوريه. رقم اثنين الاوضاع في سوريا طبعا اوضاع صعبه جدا، فكمان انت رايح في دوله بتعاني وكلنا قلوبنا معاها ان شاء الله انها ترجع سوريا القويه العزيزه كما كانت يعني. فبالتالي انا على مستوى حسن التوفيق في القرار مش موفق قوي. كويس؟ تمام. لكن على الجانب الاخر ايوه هو حر. هو حر في ايه؟ هو حر ياخد قرار زي ما هو عايز. هو حر. بس انا ينفع اقوم من على الترابيزه واروح سايباك وماشيه؟ هو حر، كل واحد حر، ما عملها قبل كده. ده مش معناه انه حر، ده معناه ان انت عليه. مش لبس اللي كان لبس البيجامه وداخل ينام، طلعنا نصحيه لقيناه حاطط مخده في السرير وطلع في سيون في سويسرا. دخلنا نصحيه عصا عصام يلا عندك تمرين في التتش، لقيناه في سويسرا بيتدرب. طب ايه علاقه ده بالحريه الشخصيه؟ هو حر قراراته يبقى هو مش ناضج وراشد. مش ناضج وراشد. هو حر. مش خد القرار. تمام. هو حر يتحمل تبعاته. بتفكرني بجمله قالها مانويل جوزيه. قال كابتن عصام الحضري من طبعا حراس المرمى المهاريين جدا جدا وراجل عظيم يعني. عينه على الكوره والعين الثانيه على الجنيه. الكلام ده صح؟ هو حر. انا طبعا مش مراته يعني عشان اتكلم عن شخصيه عصام الحضري واقول لك عينه على الجنيه ولا عينه على المليم، لكن في النهايه انا مع الصح، الصح انه كل انسان حر، هو مش ده شاف ان ده في مصلحته وخد القرار وعمله. بس لما اكون مرتبطه بمنظومه معينه لازم ابلغها بس مش اكتر. هو حر، هو عمل كده. هو حر صح؟ طبعا. والمنظومه لو كانت منظومه ده قصه ثانيه تبقى حره في اتخاذ القرارات. تمام. بس برضه انا عجبني فرده الستر قوي يا جماعه، مفيش حاجه في كده في الدنيا. في حاجه اسمها مجلس اداره يطلع يقول عصام الحضري لن يتولى اي منصب في الكره المصريه مستقبلا. هو يعني
القرارات العنترية دي بتطلع بقى يعني بعد أكلة كباب وكفتة، فمثلا الطحينة بتبقى حموضة. أنت يا ابني قاعد 3 سنين، مش عرفك مجلس إدارة اللي هيجي بعديك هياخد قرار ممكن يخليه هو أول واحد في الجهاز الجديد. أنت آخرك تدي عقوبة وقتية دلوقتي، خصم مستحقات ولو ليه مستحقات، إنه طول ما إحنا موجودين استقال كده، طول ما إحنا موجودين لن المجلس يعمل الحالي معنا يعني في التعادل كذا كذا كده احترمك. لكن عمره مش هيخش الجنة يعني، مش عرفك وانت داري انت نفسك قاعد بكره ولا لا. طب خلينا نروح لتشكيل النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت قدام فلامينجو. ممكن تحط لي التشكيل كده قبل بقى ما اني كنت نفسي اتكلم معاك عن الزمالك، لان بكره هيقابلوا شباب بلوز دايد ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقهم وربنا يوفقهم يا رب. والله نفسي الزمالك يعني يخرج من عثراته المحليه يا رب، واللعيبه بخبراتها وذهنياتها تعرف تفصل ما بين صفحه الدوري اللي فيها اخفاقات على مدار اسابيع متتاليه وما بين صفحه افريقيا اللي بتبتدي بدايه جديده ملهاش اي تبعات باخفاقات الدوري. يعني بكره تكسبي بالظبط الترنح المحلي ربنا ان شاء الله يوفقهم يبعدوا عنه، تكسبي وخصوصا ان اول مباراه ربنا جابها لك على ارضك يا رب ان شاء الله. فلو بكره كسبتي كزمالك انت داخله المسابقه بقوه وبقوه شخصيه الزمالك اللي له اسم كبير في افريقيا وتاريخ في افريقيا، ثم بتحطي رجل قويه في دوري المجموعات عشان تمشي فيها كويس، فكل حاجه تبدا حلو في افريقيا ان شاء الله. لكن لو داخله بشخصيه الفريق المترنح محليا هتعاني، خصوصا انه فريق بلوزداد فريق قوي ومش هيسيبك تكسبيه بسهوله. فبالتالي يجب ان الزمالك لعبته تصالح جماهيرها افريقيا ومدربين وان شاء الله يكونوا يعني في الملعب. لا مفيش حاجه اسمها مدربين دي خلاص، مفيش حاجه اسمها مدربين. النكته اللي كانت حاصله في ماتش كان ماتش ايه فاركو النكته دي لا يعني النكته ما تتقالش غير مره واحده بعد كده ما بتبقاش ضحك، فهي ضحكت ان واحد قاعد والكاميرا بتيجي عليه بس ما بيتكلمش. لا والله مش هقول، مش هقول رايي، مش كذا. وسام نبيه بص له كل شويه فيسجل ايه الهزار ده. ما هو الفريق للاسف ما كانش يقعد على الدكه، هو احنا للاسف ما عندناش وقت، بس كنت عايزه اكمل. لكن دلوقتي انا معلوماتي انه خلاص فيريرا هو المدير الفني للزمالك، مفيش حاجه اسمها مدربين، وسام نبيه مدرب مساعد وهو وعد وقال ان شاء الله نرجع من اول وجديد كل التوفيق للزمالك. مفيش حد في الدنيا رغم اهلاويتي لكن مفيش حد في الدنيا يرضى بان الزمالك يقع. لا منافسة وتحفيل وكل ده تمام، لكن الزمالك يبقى كبير ولازم اللعيبة تثبت ان هم جادرين بالفانيلا بتاعت الزمالك، وبكرة يبدأوا بداية ان شاء الله. نتفرج على اداء ونتيجة بكرة قدام شباب بلوز داد. انا بشكرك ان شاء الله. شكرا شكرا يا علاء، شرفتيني ونورتيني، ودايما فخرة معاكي مجهدة ومتعبة صحيا. نورتيني يا جميل. شكرا يا استاذ. شكرا لحضراتكم، خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا كمان جمعه وسبت وحد. سيبكم مع الصديق العزيز محمد الباز، ثم اشوفكم انا ان شاء الله مساء الاثنين القادم في موعدنا 8:15 مساء، والعنوان اللي بيجمعنا دايما اخر النهار. تصبحوا